يلا اكيد مكملين معاكم بعالطريق، ويعني عم بقام بتنظيم مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز وبالشراكة مع مركز ون وذ نيتشر للياقة البدنية، فعالية صحية هيك للمرأة، يعني للمرأة تحديدا، وروحية وجسدية بعنوان استثمري في عقلك وروحك وجسدك. طبعا هاي بنسختها التاسعة بالفترة رح تكون ما بين 7 إلى 10 من الشهر القادم شهر 12 لمواجهة التوتر اللي بتحس فيه النساء في ظل الظروف الراهنة. لنعرف أكثر عن تفاصيل هاي الفعالية معانا اليوم ضيفتنا سماح سلطان من العقبة، وهي هاوية فن وإحدى الخبيرات المشاركات في الفعالية من مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليفرز. أهلا وسهلا فيكي معانا سيدة سماح. أهلا فيكي. يعطيكي ألف عافية سماح. الله يعافيكي، مساء الخير. مساء الورد ان شاء الله عليكي. يعني زي ما بتعرفي هاي الفتره احنا كتير عم نتعب نفسيا، ويعني روحنا راحت زي ما بيقولوا، وعن جد تعبانين سواء كان جسديا او نفسيا او روحيا، وهاي الفعاليه جدا مهمه وتحديدا هي عم تستهدف المراه. ممكن تحكي لنا شو طبيعه مشاركتك بهاي الفعاليه؟ تمام. هلا انا مثل ما انتم تفضلتوا وحكيتوا عن الفعاليه، انا دوري يعني بالرسم. انا هاويه فن، يعني مش فنانه محترفه، انا بالاصل محاميه. اوكي. بس حلو. الفن هوايتي وباخذ هوايتي كثير جد. ودائما بلاقي حالي انا يعني من ضغوطات الحياه بشكل عام حتى في الايام العاديه انه الإشي اللي بيريحني او بخليني اطلع الضغوطات او المشاعر اللي عندي اذا كانت سلبيه بالفن. فما بالك بهاي الاوقات اللي كلها ضغط نفسي ومشاعر سلبيه وحزن من الظروف اللي الكل بمر فيها حوالينا بهاي الفتره، بحس انه الفعاليه جايه في وقت اكثر من مناسب لحتى تساعد هالسيدات المشاركات من خلال الرسم انه يحسنوا من شعورهم او يعني يفرغوا الطاقه السلبيه اللي عندهم، يفرغوا هالطاقه السلبيه وتهيل زي ما بحكوها، ينشفوا داخليا. طب هلا احنا بنعرف انه كل شخص بهاي الفعاليه، بارح عرفنا طبعا كمان من احدى الشخصيات المشاركات بهاي الفعاليه انه في كل شخص او سيده مشتركه لها جانب معين، دون معين، يعني حضرتك انت هويه فن وايضا كان في شيف، فمين كمان سيدات المشاركات بهاي الفعاليه؟ طبعا احنا الخبراء والخبيرات عددهم 13 خبير وخبيرة. كل شيء بدور حول موضوع صحة المرأة الروحية والجسدية. بس مثلا في عنا خبيرة الصحة النفسية السيدة رانيا السعدي من الأردن، بتحكي عن صحة المرأة النفسية وفهم العواطف. في كمان عنا التخلص من التوتر من خلال اليوغا، وفي تدريبات حول التنفس الصحيح. معنا خبرة مثل الدكتورة أليكس وسمر شرف الدين من لبنان، وكمان في تدريبات وأنشطة أخرى رح تتقدم من أخصائية الصحة الشمولية ناتالي خلف من دبي. فمثل ما أنت شايفة عنا الخبراء مش كلهم من بس من مجلة نكهات عائلية، مش كلهم أردنيين كمان، هذا مش كلهم أردنيين، يعني اللي مثلي أنا مثلا أنا كنت أكون من السيدات اللي بتم دعوتهم من المجتمع المحلي في العقبة لحتى يحضروا بعض محاضرات هاي الفعالية في المرات السابقة. ومن كثر ما كانت هاي الفعالية أحسها مفيدة وأجواءها إيجابية وتعطي طاقة كتير حلوة، أنا حاولت أني أكون المرة هاي معهم كخبيرة أقدم إشي أنا بقدر أقدمه. ما أحلاكي صراحة. طب عندي كمان لك سؤال سماح، يعني هلأ الحلو كمان أنه هاي الفعالية مش بس أنتوا عم بتفيدوا الست من ناحية شفاء الروح خلينا نحكي والنفسية والجسد، أيضا أنتوا كمان مخصصين نسبة من ريع هاي الفعالية لا تروح لدعم أهلنا بغزة. بس أكيد. بس كيف أكيد. ممكن إحنا مثلا أي شخص عم بسمعنا هلأ حابب يشارك بهاي الفعالية، كيف ممكن أسجل عشان أكون جزء منها؟
شكرا لك انه ذكرتي هذا الموضوع. مثل ما حكيتي نسبة من ريع التذاكر عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية رح يروح لدعم أهلنا في غزة. نعم. الست هون بتكون فادت حالها وبنفس الوقت احنا كنا فيها مساهمة للأهل في غزة. أكيد التسجيل أو المشاركة في رقم بقدر أعطيك إياه هلا. يا ريت. 079-655-1718 رح أعيده من وراكي. 079-652-17-18 سجلوا عندكم مستمعين عشان تكونوا جزء أو مستمعاتنا تحديدا. هو طبعا رح يكون من 7-10 من الشهر القادم شهر 12 بالضبط. وخليني إذا سمحتي بس أضيف شغلة غير إحنا كخبيرات في سيدات مؤثرات من دول عربية رح يشرفونا ويكونوا معنا من 6 دول عربية، من فلسطين، من لبنان، البحرين، الإمارات، الكويت ومن الأردن. حلو. كتير بشجع كل حدا عم بسمعنا ووقته بيسمح يكون معنا. احنا مختارين نهاية الأسبوع ليكون هو التوقيت لحتى اللي حابب يشارك معنا يكون قادر. وأكيد هاي دعوة لنا كتير حلو بالعقبة والمكان اللي مختارينه للفعالية أكثر من رائع. أكيد هاي دعوة أنا بالعقبة مع هالبردات الواحد حلو. وهي دعوة لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا، النساء إذا حابين تسجلوا بهاي الفعالية على الرقم 079-655-17-18 زي ما ذكرت السيدة سماح إنه نسبة من ريع التذاكر رح يروح لدعم أهلنا في غزة عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. بدنا نتشكرك لوجودك معنا سيدة سماح سلطان. شكرا لكم. شكرا لك.